أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. مرحبا بكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. ولادنا تحت جناحنا الأولياء عندهم تساؤلات كثيرة كثيرة على مسائل اللي تهم تربية ولادهم بالطريقة السليمة. اليوم عندنا موضوع مهم هو الطفل والانترنت، على بالي باللي كاع الأولياء راهم يسناو في هذا الموضوع، لأنه ولادهم بلاك لي ريزو سوسيو وكامل التواصل الاجتماعي وكامل شغل كلالهم كاع وقتهم، وبالمرات حتى يأثر على الدراسة نتاعهم. اليوم رانا مع أخصائيين هنا باش نتكلموا على هذا الموضوع هذا ونحاولوا نعطيكم نصائح اللي يفيدوكم إن شاء الله باش تربي ولادكم اللي هم ولادنا وراهم تحت جناحنا. إذن يرافقني السيد لابري نور الدين، تفضل تفضل. 39 سنة في سلك التعليم. تفضل تفضل أستاذ، مرحبا بك. شكرا بك. تفضل. شكرا لك. شرفتنا. بارك الله فيك. شرفتنا. الدكتورة السيدة محرس خان عبلة، مختصة في علم النفس. شرفتينا أستاذة، مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. معنا كذلك تجربة حية سيد عماد، مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. تفضل تفضل. مرحبا بك. مرحبا بك عماد، مرحبا بك. وفي كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة. اليوم معنا ريان. ريان تفضلي تفضلي. واش راكي بنتي لاباس؟ السلام عليكم. واش راكي لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. واش مسنة درسي ريان؟ سنة ثالثة متوسط. سنة ثالثة متوسط. متفوقة شوية؟ متوسطة. نعم متوسطة. ولكن الواجبات تاعك تقومي بهم ولا حتى يقولوا لك؟ لا نديرهم وحدي. ديرهم وحدك؟ ايه. برافو برافو. وفي الويكاند وقتاش تقراي، الجمعة والسبت؟ بالجمعة عشية. تقراي شوية؟ نريح شوية. ايه والسبت عنك شوية. تقراي الجمعة والسبت. برافو برافو بنتي. اذا ريان احنا وجدنا لك هذا البيرو، واش عندك اليوم؟ واش حدير الرياضيات ولا فيزياء ولا نحب مات انا؟ تحبي لي مات؟ رياضيات. خلاص اذا حلي المساله تاعك تاع الرياضيات. تفضلي بنتي. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. وانتم ثاني يا اطفال ما عليكم الا توجهوا المكاتب تاعكم باش تديروا الواجبات المدرسيه تاعكم باش تنجحوا. شكرا شكرا. مرحبا بكم. مرحبا بكم. شرفتونا شرفتونا. موضوع اليوم موضوع ما نقولش عليه شائك، ولكن موضوع حساس حساس، لاننا كامل رانا نعيشوه. بالمرات احنا كبار نكونوا هكذا قاعدين في وليمه، ولا بكري كنا نتكلموا ونهضروا كامل، ودركا تشوف كاع الناس هكذا اللي في الطابلات اللي في البورتابل اللي في الاخر، وحده في فيسبوك وحده في اليوتيوب وحده في الاخر، يعني شيء صباح أصبحنا نقول نقصت حتى العلاقات بين الناس نقصت. احنا اليوم جينا نتكلموا على الطفل، علاقته بالانترنت. علاقة الطفل بالانترنت انا نظن باللي الشركات العالمية وكامل مثلا شركة الفيسبوك اللي كانت دايره سن الطفل حتى 14 سنة باش يكون عنده الحق انه يدير ان كونت. دركا رجعت 13 سنة، ولكن باش تشوف حتى السن محدد. يعني انا في حصة مع مو يزيد مثلا عمري ما درت ببليسيتي ولا على الفيسبوك مثلا باش الاطفال يعني يروحوا الفيسبوك باش يشوفوا عمو يزيد. علاش؟ لانه عندي قناعه تامه بلي الطفل كي يكون صغير راهو صغير على الفيسبوك. نشوفه في الجزائر هو المخترع، يعني اللي دار الفيسبوك يقول لك بلي لازم حتى 14 سنه الفوق، ودركا رجع 13، ولكن بالمرات تسيبوا عنده 10 سنين 11 سنه وكامل والديه على بالهم بلي عنده كونت فيسبوك يخلوه. يعني هذا شيء، يعني الفيسبوك فقط، ولكن كاين اشياء اخرى ماذا بيا اليوم نتكلموا عليها. نتكلموا عليها كاين الجانب المفيد وكاين الجانب اللي يسيء للطفل. ماذا بيا نبداو بك استاذه محرس خان عبله، اخصائيه في علم النفس. وش هي هذا؟ ما نقولش افه حاشا، ولكن إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. دونك واش هي هذه الظاهرة اللي احنا عايشينها؟ هذه كيفاش راكي تشوفي فيها؟ وكيفاش نقدروا اليوم نتكلموا مع الأولياء اللي راهم متشوقين باش يشوفوا حل لهذا الشيء؟ هل ترى لازم الردع نحيلو؟ اسكو تطفي له الروتور؟ اسكو تكوبي له الانترنت؟ واش هي الحلول اللي بإمكاننا يعني نعطوا هذه النصائح الأولياء؟ السلام عليكم ورحمة الله.
مرة أخرى، مرة متجددة نلتقي في فضاء أولادنا تحجنا احنا، هذا الفضاء التربوي الثقافي والتوعوي اللي يفيدنا كامل كأولياء كمختصين، حتى أن نتفاعلوا مع بعض، حتى أن نناقشوا قضايا تهم أطفالنا وتهمنا، بدل أن تهم أطفالنا تهمنا. إذن اليوم راح نتكلم على الإنترنت، هذا الوسيلة التكنولوجية الاتصالية الحديثة اللي دخلت إلى بيوتنا وغزاتها منذ بداية الألفينات، حيث أنه هناك عدة دراسات كانت من قسم الصحافة، وعلى رأسها الدراسات للدراسة اللي قام بها الأستاذ العقاب، الدكتور العقاب اللي نحييه من هذا المنبر التربوي، لأنه أطروحة الدكتورة تاعو على مستخدمي الانترنت في الجزائر أنا بالذات خديتها اون ريفيرونس، خديتها مرجع في أطروحة الدكتورة تاعي اللي ناقشتها في 2014 حول الانترنت والمراهقين، يعني هذا موضوع تاعي بامتياز. الله يبارك. حيث أخذت الفئة تاع 12-16 سنة، ودام البحث، هذا البحث هذا اللي عملته دام 5 سنوات، شفت فيه مستخدمي الانترنت من هذه الفئة في الجزائر العاصمة وفي ولاية بومرداس، وعملنا مسح في عديد يعني في عدة متغيرات، مست عدة متغيرات منها اتجاهات الأولياء نحو استخدام الأبناء تاعهم لهذا الوسيلة الاتصالية التكنولوجية، كذلك يعني نوعية وطبيعة استخدام المراهق الجزائري لهذا الوسيلة، وكذلك تأثيرها على توافق الطفل أو المراهق. إذن هذه الوسيلة هي كغيرها من الوسائل الاتصالية والتكنولوجية، كما كان التلفزيون، كما السينما، كما المسرح، لكن الشيء اللي يختلف شوية في الانترنت بالنسبة مقارنة بالوسائل الاتصالية الأخرى هو أنه وسيلة تفاعلية ودائمة مستمرة، يعني مفتوحة. إذا نتكلم مثلا على الهاتف الدقائق اللي تستعملها تخلصها، يعني راهي في الدار يعني تكلم بها كلمة زوج أو يعني وقت محدد فقط، لكن بعدك خلاص. لكن الانترنت هي المواد تاعها متنوعة ودائمة التدفق وكذلك تفاعلية ومجانية، يعني لا هذه باطل، هذه يعني هي مش مجانية، سيت ان ابونمون، يعني ولكن الاستعمال تاعها يعني كما قلت تقدر انت ليميتي غير محدود، على قد ما نستعمل نخلص لمام طاريف نفس الشيء في الشهر، يعني حنخلصه ماشي كيما الهاتف نقولوا لابونمون تاع الفيكس راهو 500 دينار او شيء، لكن زياده على فواتير الاستهلاك، لكن هي تستهلكها ولا لا، فبالتالي هي باب مفتوح على العالم كله. ومع الغزو تاع الانترنت للبيوت رجعنا نسمعوا المصطلح الجديد اللي هو العالم قرية صغيرة. وعلاش قرية صغيرة؟ لأنه الاتصال فيها رجع سهل، تقدر تتصل بالإنسان في اليابان، في الولايات المتحدة بكبسة زر. هذا الاستعمال يعني المفيد كما يقولوا الاتصالات وكامل، هو المشكلة على الانترنت. أنا كما نشوفه أنا كشخص عادي، يعني نشوفه من ناحيتين، الناحية الأولى أنه الطفل إذا كان والديه ما يعسوهش راح يفاتر أبسوربي، يعني بالمرات ساعات طويله، بالمرات حتى الساعات طويله في الليل اثناء العطل وكامل، هذه وحده دونك الوقت هذاك اللي ياخذوه كامل. ثانيا المخاطر كما قلنا، قريه العالم اصبح قريه، يعني كل شيء مفتوح، كاين مخاطر كبيره في الانترنت، مخاطر على التربيه، مخاطر على السلوك، مخاطر يعني هذا الشيء هذا اليوم اللي حبينا احنا بالمرات الاولياء سي فري كاين لو كونترول بارونتال كما يقولوا، تقدر تغلق كلكو سيت، تقدر في الاورديناتور كامل، مي درك مع لي تيليفون انتيليجون وكامل، مع لي تابلات وكامل، يعني سي بلو ديفيسيل. بي ميم لو كونترول بارونتال هذاك باش ديرو في هذيك لا تابلات ولا، يعني يطلب معرفه، يعني الاولياء الله غالب عليهم، يعني قليل اللي يقدر يدير هذا الكونترول. وكذلك الاطفال الان فاتونا رجعوا يعرفوا احسن منا كيفاش يخترقوا هذه البرامج، وكذلك بالنسبه للفيسبوك راك تقول انه كاين العمر تاع 14 والان 13 سنه، هل الطفل حقيقه راح يمد المعلومات الحقيقيه تاعو؟ لا، ما يمدهمش، غير يكتبوا في لاد ديسونس في عمر 7 سنين ويكتب لاد ديسونس تاعو على انه في عمره 20 سنه. بالضبط. وينكشفوا عاده، ينكشفوا عندما يكتبوا لانيفيرسير يعني تاعو، او تدخل للبروفيل تاعو تلقاه لاد ديسونس. على بالك اش يديروا الدراري هادو؟ يدخل اذا كان يما وبابا عندهم فيسبوك ولا واش يدير، يدخل يكري البروفيل ديالو دات نيسونس يكتب فيها
ومن بعد يروح ديريكت وما يبلوكي يماه وباباه يبلوكيهم يبلوكيهم باش ما يتلاقاوش به سير يعني باش تشوفي كيفاش يا حبذا لو كان هذاك الذكاء هذاك يعني يديروه في الدراسه ولا في يعني اذكياء اولادنا. ولكن يعني انا بالنسبه لي الامر المحطم اكثر يعني معليش درك مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي رغم يعني الحيل ويكون استيسيو يكون لكن ينكشف الطفل يعني ماشي من طرف والديه من طرف الاهل من طرف بالضبط. الخال العم الجار يعني راح يكشفوا. لكن اللي هو مدمر اكثر يعني على الدراسات اللي درتهم انه الالعاب الالكترونيه بالضبط. الالعاب وخاصه اللي تشجع على العنف والقتال ومقبل كنت نتكلم مع الشباب قلت لهم حتى الشخصيات هذوك اللي ما يموتوش يعني اللي زومبي ويقعدوا يخرجوا حتى لي جو المشكل تاع لي جو فيديو انا شفتها هنا في الجزائر. الوالدين هذا نداء نديروه للوالدين لازم يراعيوا السن. مثلا كاين لعبه هذيك كول اوف ديوتي اللي يلعبوها كامل مكتوبه 18 اي بلس ولكن الدراري اللي نعرفهم 11 12 سنه كاع يلعبوها. يعني باش تشوف حتى اللي اخترع هذيك اللعبه كاتب فيها 18 اي بلس يعني 18 سنه فما فوق. يعني الوالدين انت شفت بلي ولدك يلعب هذه اللعبه وفي الباطه مكتوبه 18 سنه وتخليه يعني ماشي غلبك يعني هذا الشيء مفروغ منه. وحتى في الافلام والتلفزيونات كما يشوفوا كاين دائما 12 سنه فما فوق يعني كاين العنف وكامل اللي ولادنا ما لازمش يتعرضوا له خاصه في لي جو فيديو. انا اثار انتباهي كتاب راني نقرا فيه الان للباحث كولدمان الامريكي خرجوا عنده عامين فقط عن التفكير السريع والتفكير البطيء. بين فيه انه يعني بعد 10 سنوات او اكثر بالتعاون مع عده جامعات اخرى مش فقط الامريكيه جامعات اوروبيه جامعات شرق اوسطيه أكدوا عبر عدة دراسات إحصائية ودراسات للوظائف المعرفية والإدراكية أعطونا الدليل الآن أنه المخ الإنسان أو النظام الفكري الإنساني يعمل بنظامين. النظام السريع الحدسي اللي هو يجد الحلول السريعة الحلول الآلية والنظام الاستدلالي اللي يشغل فيه الإنسان كل الوظائف العقلية خاصة الوظائف العليا اللي تكلمنا عليهم عدة مرات اللي منها الذكاء والاستدلال اللي يسحق فيه مجهود أكثر. إذن في العملية التعليمية ولا باش الإنسان يتطور ويطور فكره ويطور التكوين العقلي تاعه لازم له يشغل أكثر النظام الثاني النظام الاستدلالي اللي يسحق مجهود واللي يساعد على تكوين الكفاءات العقلية عند الإنسان. لكن إذا نشوفوا لي خاصة الألعاب هذه الإلكترونية والألعاب اللي موجودة في الإنترنت هي فقط تحفز أو تساعد يعني النظام الأول فقط النظام الحدسي. فبالتالي وش نلقاو الآن؟ نلقاو رانا رايحين لأجيال مستقبلية يعني يروبوا يا ربي ما يكونش يعني صح؟ يخدموا بالنظام الأول فقط روبو النظام الحدسي. فوش يدير هو هذاك المراهق ولا هذاك الشاب؟ يشوف المشكل قدامه راهو جاي العدو يقتله مباشرة يروح من يراوغ له من. فهي أمور حدسية آلية يتعامل فيها بالإدراك الآلي بدون تفكير بدون استدلال بدون ما تكون عنده تكوين مؤسس فكريا. فبالتالي هنا رانا نخدمه في سطحية فكرية وهذه السطحية الفكرية راهي تؤدي إلى أنه كما قلت يكونوا ناس لا ماتيغ غريس تاعهم قاع ما يستغلوهاش ما يقدروش يبدعوا ما يقدروش ينتجوا إنتاج فكري صحيح واللي فعال اللي نقدروا نفعلوه حنايا ونستفيدوا منه. فبالتالي هما ناس يلقنوا فقط مستهلكين بالدرجة الأولى ويحوسوا غير الحاجة السهلة وهذا الشيء اللي راح يأثر راح يشاركني يوم بعد الأستاذ نوردين يأثر على التحصيل الدراسي. فماذا بينا درك غير سهل المواد اللي يكونوا فيهم شوية تعب ولا الحاجة اللي سهلة نحلها في سوجي الحاجة اللي ماشي سهلة ما نحلهاش. وهنا من راهي جاية الفكرة على العتبة كذلك لازم تحدد لي وش نقرأ وش نحفظ ما نقدرش نحفظ كاع البروغرام انايا لازم تحدد لي ويا حبذا تقول لي ابري كيفاش حيطيحوا الاسئله وكان جاوب يعني في بلاستيك يعني احسن يعني معليش اعطيني اسهل حاجه يعني للاسف الانترنت
تساعد على هذا الشيء، لكن لو كان أنا نعرف كيفاش نستغلها بحيث أني معليش تشغل لي النظام الأول، النظام الحدسي الآلي اللي يحل المشاكل بطريقة سريعة، لأن ربي سبحانه وتعالى جهزنا بالنظامين، نسحقوا هذا ونسحقوا هذا، لكن لازم يكون إكيليبر، لازم يكون توازن ما بيناتهم. مشي دائما نعول غير على هذا، ومشي دائما مثلا إنسان يقول لك واش تشرب قهوة ولا لاتاي، مش تقعد تخمم انت ساعه باش تقول له تقول له نشرب هذه ولا هذه حسب الرغبه تاعك وحسب يعني الاستيريوتيب تاع الانسان يتغير. فما لازم ما نمدش انايا استعمالات اللي يشجعوا واحد فقط من هذ النظامين. بالضبط. النظامين لازم يكونوا يخدموا، ما نرقدش نظام على حساب نظام، لكن النظام الثاني هذا مثلا نقدر نعمل ألعاب تربوية. بالمناسبة هذا الأستاذ تاع ابني اللي نحييه، أستاذ معمر اللي من أنجب أيوة. الأساتذة تاع الرياضيات، يعني حبيت أنا وياه نعاونوا ابني أكثر في مادة الرياضيات، فقال له معليش أنت حبيت تلعب، ما نقدرش نقول لك ما تلعبش هذه الألعاب الإلكترونية وشي، لكن شوف أي ألعاب اللي يكونوا فيها الرياضيات، اللي يكونوا فيها ما باليش يعني أداءات رياضية أو عمليات رياضية، وهما كذلك لعب. كاين عدة ألعاب، ألعاب الذكاء، ألعاب العلاقات، يعني كيفاش نشكل نصيب علاقة ما بين متغير ومتغير آخر، هادو اللي يحفزوا الذكاء ويحفزوا العمليات التعليمية تكون تتطور وتنمو أكثر. إذا نرجعوا إلى معليش عندي الوقت يعني فضلي مازال فضلي إذا نرجعوا إلى طبيعة استخدام المراهق الجزائري، أنا نقول لك على النتائج اللي استقيتهم في 2014، يعني راهم نتائج حديثة جديدة. 60% معليش حمد الله أنه إلى 65% من لابوبولاسيون اللي ديتها أو العينة اللي ديتها، حمد الله أنه عوامل الأمن وعوامل يعني الحماية كانت موجودة عندهم، بحيث أنهم ما يخرجوش الأسرار تاع البيت إلى الإنترنت. جميل. وما جميل. يمدوش جميل. ما يمدوش ليدونتيتي صح، يعني ما يمدوش أنا نشوف الناس تركهم في الابوبليكاسيون، يعني بالمرات يبوبليو تصور يعني خاصة تاع البيت تاع، يعني تغيرت الأمور. أنا بكري يعني واحد ما ياخذش التصويره تاع عائلته هكذا ويوريها لك دروك يحطها في الفيسبوك، يعني الناس تغيرت. انا نظن باللي مش مليح ان الانسان مليح انه يحافظ على الخصوصيه هذه، ايه لانه سي ساكري كم حاجه مقدسه العائله وكامل. انا اذا لا بالنسبه لمعامل الامن هنا انا نقول على ماشي فقط صور، صور تقدر تكون يعني متداوله وحتى ولي الامر يشوفها وما يقول اي شيء، على الاخبار تاع المنزل مثلا تحركات وقتاش رحنا وجينا وش راهو يدور في المنزل. بالضبط. حتى الامور الماديه تاع المنزل، يعني من خلال الاستبيانات اللي وزعناهم شفنا انه عديد المراهقين اللي ما بين هذا 12 16 سنه ما يمدوش المعلومات، وكذلك ما منوش المعلومات تاع الاخرين. بالضبط. خاصه فيما يخص لي بسيدو هذوك اللي حطوهم المستعملين، هل هو صح انثى او ذكر او هو صغير او هو كبير. فهذا الريبه او يعني عدم التصديق، معليش انا بالنسبه لي عامل امن، يعني هو عامل صحي يحمي المراهق يحميه، في حين أنه الإدمان كذلك الآن هما 6 ساعات يوميا متواصلة هو المعيار العالمي للإدمان. بزاف كان كثير يعني كل 6 ساعات هذه بالنسبة لي لعمرهم من 16 فما فوق، ناخذوا الفئة الأصغر يقولوا من 4 ساعات، يعني 4 ساعات متواصلة كذلك، هذه اللي تؤدي إلى الإدمان. بالضبط. الإدمان هو وقتاش نعرف طفلي باللي هو مدمن الإنترنت، نعرفوا مدمن الانترنت بالعلامة الأولى هو أنه ما يقدرش يعني كي تسكوب الانترنت ولا ما يكونش يدي بي في الدار ما يقدرش يؤدي تصير حياته اليومية بطريقة بطريقة عادية. يعني احنا بكري كانت كي تروح تريسيتي في الدار شغل تلفنا هكذا، دروك تكون الانترنت ولا يقعد وكانه نقصته حاجه. بالضبط. يقعد بالضبط يدور يدور يعاود يجي يسالك نفس السؤال، وقتاش حتخلص الانترنت؟ وقتاش راح تعاود ترد لنا الانترنت؟ أستاذ لابري أنا حبيت نتنقل لك، علاش
شخصنا مع استاذه محرز خان. انا حبيت انت ترجع شويه الروح للاولياء، تطمنهم شويه، نتكلموا على فوائد الانترنت وخاصة في التعليم، يعني كيفاش يقدروا يستفادوا من الانترنت باش نفهموهم باللي احنا ماناش هنا باش نقولوا لهم ما كان له الانترنت يا اخي حبسوا الانترنت لاولادكم، لا لا بالعكس. كابوس هذا غول، كابوس مصيبه كبيره. مليح انهم يردوا بالهم كما قالت الاستاذه محرز خان، العوامل الامنيه وكمان انك تراقب ولدك واش هو يدير، الكونترول بارونتال جميل، ولكن ماذا بينا نتكلموا على فوائد الانترنت في الريسيرش، يعني في البحوث في كامل الاطفال باش ترجع لهم شويه الروح لوالدين. شوف السي يزيد، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الجميع. مرحبا. شوف وحنا نتكلموا والدكتورة تعطينا في هذه التحاليل انطلاقا من البحوث اللي دارتها وهي تحضر في الدكتوراه، الله يبارك. الله يبارك، جميل جميل. وانا جاتني هكذا بقي نتذكر في بعض الحاجات الاشياء. شوف في ليلة الانتقال الى القرن 21، لو بوك دو لون 2000، لو بوك دو لون 2000 كان فيه واحد اللقاش اجتماع، جابوا فلاسفة علماء راح الدنيا تحبس، واحد 15 ولا 20 واحد متلايمين. شفالة لا، يقول سؤال من بين الأسئلة، سؤال مهم، قال يا جماعة قولوا لنا ما هو أعظم وأكبر وأضخم اختراع أحدث في القرن اللي رايح يروح، يعني القرن العشرين. ف يعني كلهم اتفقوا أجمعوا على أن الانترنت. لا قبل من الانترنت، قالوا البورتابل، التليفون، تليفون بورتابل، سيت ابو اسمه اورديناتور صغير. بكري كنا نخرجوا من الدار حنايا، واحد يعيط لك في الفيكس حتى تعاود ترجع. قالوا ما فيش اختراع صح اعظم صح صح من سهل الحياه، سهل الحياه، واعطوا امثله وبقاو واحد زوج سوايع وهم يعطوا في الفوائد تاع البورتابل. البورتابل اليوم اصبح هم يحبوا البورتابل. ولادنا تنحي لهم البورتابل. البورتابل اليوم اصبح وسيله تاع الانترنت، تستعمل خلاص تليفون انتيليجون دركا، الهواتف الذكيه. ذكيه. طيب اذا الانترنت هذا فرض نفسه ودخل، ففوائد الانترنت عظيمه. بالضبط، عظيمه جدا. نلخصها في ثلاث حاجات فقط، ما فيش ما نطوش كثير. اولا الزمن، لو طون رجعوا قصير جدا. بالضبط. المكان، واحد في أستراليا تشعل الكاميرا تهدر معه وشراك لباس بكير المكان يصبح يعني ثالثاً، كان حلم بك. ثالثا الاتصال. بالضبط. وأخيرا الحصول على المعلومة، على المعلومة، هذا هو المهم والأهم لولادنا. يعني إذن هذا الشيء عظيم. بالضبط. وما يخفاش أن العلم العلم في, 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 في الأصل عندما يكون اكتشاف علمي يكون من أجل تسهيل الحياة تاع المواطنين، تاع الإنسان، ولكن دائما دائما كاين يسميوه لا 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 كيف يسميوه لا فاس كاشي لا لا بيان سور بيان سور يعني لا فاس تشوف الكوتي كور، كاين كوتي جاردان كوتي كور، هذاك الكوتي كور هذاك اللي شويه ردوا بالنا عليه، الجانب السلبي هناك دائما سلبية. هو أول جانب سلبي اللي تكرمت فيه الأستاذة وقالته هو الإدمان. يعني ولدك يولي انت تهضر معاه يقول لك ايه ايه، هو راهو مشغول. يعني الادمان هو اول شيء، يعني من بعد يولي الخطر انه اي واحد يقدر يتصل به. السلبيات تنتج طبيعيا، يعني بالضبط تجي السلبيات. بالضبط، هذه ما فيهاش. ولهذا يقول حافظ ابراهيم، والعلم ان لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الاخفاق، يعني الاخفاق اصبح مضر. بالضبط بالضبط. واحنا كذلك، وانا نتذكر لما احنا كنا في وقتنا ما كانش كاين هذا الانترنت وما كانش البورتابل، وكنا شباب، كنا اطفال، كنا شباب، ولكن كانت وسائل اخرى للماس ميديا، وكانت وسائل اخرى ما تشبهش للانترنت، ولكن كانت كذلك فيها منافع وفيها اضرار. بالضبط. حتى الكتاب نفسه احنا كنا نقراه، ولكن الكتاب كانوا يقولوا لنا حذاري. بالضبط. هناك الكتاب النافع وهناك الكتاب الضار. بالضبط. هناك الكتاب الذي يحمل قيم، يحمل معلومات، ثقافة واسعة عامة عالمية، ولكن هناك كتاب يحمل أفكار سامة فيها غسل الدماغ. بضبط. فيها بضبط. فيها غزو، كانوا يسميوه ذاك الوقت الغزو الثقافي. حذاري. ثم بالمرات
وبالمرات ما تفيق لهاش يعني تكون ديسيمي. نعم ديسيمولي. نعم التلفزيون نهار اللي ظهر التلفزيون كانت 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 فيه واحد قالوا لا بارابول ما نهضروش لا بارابول صارت ضجه كبيره في وسط العائلات. صح صح التلفزيون راهو يلهد الاولاد وراهو يدير كذا بعد لا بارابول ولا بليزيور شان فتحنا على العالم يعني هذه الامور تاع الاختراعات العلميه احنا اليوم رانا في العولمه وما نجمش نهرب منها لابد من معايشتها ومن مسايرتها ولكن لازم نردوا بالنا بطرق لازم نردوا بالنا وانا اقول بان الاولياء دورهم في العالم باسره ماهوش غير في الجزائر لكن نتكلموا على بلادنا راهم عندهم ان ديفي تحدي كبير ولهذا الاولياء ربي معاهم الوقت تغير ربي معانا حتى انا حتى ولو ولادي كبروا شويه لكن انا جد كذلك وعندي ولاد ومازلت يعني بالضبط. نهتم بهم شويه وبالتالي يعني مسؤولية خطيرة وخطيرة جدا فما المطلوب من الأولياء شوف إذا كان طفل حتى 17 سنة تروح تكونتروليه أنت باش تغلق له شنو 17 تاع 2017 و 2018 17 تاع 2017 أو طفل آخر طفل العصر ويقول لك لا تربوا أبناءكم مثل تربيتكم إنهم خلقوا لعصر غير عصركم يلزم كذا حتى الطفل ما نجمش نمنع الطفل نقول له ما تستعملش تعايش ولكن هذا التعايش لازم يكون بحكمه وبمجهود كبير وما نغفلش نبقى دائما وراء ابنائنا واحسن طريقه شوف ما كانش اللي يقول لك كاين راهي انا الدكتوره استاذه ودارت بحوث باش يقول لك كاين حلول يعني هاي يعني رسات بور ايفيتي لو دونجي ا نو زونفون يعني باش ولادنا نمنعوهم من الخطر يا با دو رسات هكذا دوني وإنما أحسن شيء هو الحوار إذا استطعنا أن نتحاور مع أبنائنا ونقنعهم بأن هذا إذا كان فيه إدمان وش معنى ما نستعملوش الإنترنت أنا أوصي باستعمال الإنترنت لأن بعد رايحين نكونوا جيل في المستقبل اللي يكون طريزة أريري بارابور والأجيال الأخرى لا بالضبط لازم نكونوا على باج احنا ما حبيناش الادمان فوالا الادمان حذاري من الادمان ولكن الادمان مش بلو كونترول هذا واش تعيا تراقب واش تعيا تراقب قدش المراقبه الشديده ماذا توليد لانتردي الرغبه في المحرم والممنوع بالضبط هذا موضوع الرغبه في المحرم والممنوع كل شيء ممنوع كل شيء محرم تلقى الطفل يروح يديره بخلسه وبطرق لا يحمدوا عقباه وبالتالي لابد من الإقناع إن استطع كل ما استطعنا من الإقناع يا ابني معليش دير ساعة ما تديرش 10 سوايع لأنه فيه الدروس وهذا يدي لك وقت وكذا ومعاه افيك لونديرونس بور سوفي لي موبل بور ليميتي لي ديغا نتكلمتها بالفرنساوية يعني باش ما نطولش كثير لأنه لازم نكونوا نتكلموا بالملموس بينما في المدرسة باختصار جدا لا يختلف اثنان في ان الاعلام الالي في فوائد المدرسه في فوائد كثيره فوائد من الناحيه الاداريه الاداره اصبحت تسهل للتلميذ خاطر الاداره لصالح التلميذ اصبحت تسهل عليه العمليه التعليميه والتربويه نعطيك مثال بسيط تروح لابيبلوتيك تلقى الانترنت الطفل جاي يحوس على كتاب مكتبه قوجة مكتبه يضرب هكذا يقول له راه رقم كذا روح يجيبه هو بالضبط التلميذ راه يستفاد هذا يعني من حيث التسيير الاداري وحتى يعني من حيث التسيير البيداغوجي كذلك يكون فيه عمل بالتنسيق مع المعلم مع الاستاذ او مع المساعد التربوي يجوا للمكتبه او المكتب تاع الانترنت ويبحثوا في امور وكذا وفيه فوائد والتعامل مع الانترنت شو واحد الوقت يا سي يزيد والله فكرتني تراك رجعتني للسنوات الوراء مشكور والله مشكور شوف نقول لك واحد العام هذه قديمه على بالك عندها 20 ولا 25 سنه ما كان كاين لا هذا الانترنت لا البورتال شوفها انا ندور على الاقسام هم يعرفوني كامل يخدموا معايا نظل ندور على الاقسام شوف نعيش مع نعيش العمليه التربويه بكل تواضع ندخل نلقى استاذ تاع اللغه الفرنسويه واش يدير الدرس تاعو واش لو تيليفون ذاك الوقت على 30 سنه شكون اللي عنده تليفون
قليل، حنا في مدينه شويه صغيره وكذا، يعني قليل اللي عنده تليفون في الدار. قليل قليل. تليفون فيكس هذاك الفيكس، والله قليل يعني. لا نورمال، سي نورمال. كاش. يعني كانت حاجه. ما كاش، ويقول لهم هاو التليفون كذا وانت خطوري وش كذا وكيفاش تعملوه لو فيل وماني جيت لي انا دخلت بهكذا، قلت له يا شيخ، قال لي واش؟ قلت له انا عندي في البيرو تليفون. قلت له خليني نسالهم، قلت لهم شكون اللي عنده تليفون في في البيت؟ واحد ولا بابا واحد ولا زوج نسيت ولا ما كاش قليل. قلت لهم شكون اللي تكلم في التليفون؟ ولا واحد ما عدا، قلت لك واحد ولا واحد عمره في حياته، وحنا رانا في المتوسط لا تكلم وحكم لاباري وتكلم في التليفون. سبحان الله. قلت له مالا الان ابعث لي نص القسم ومن بعد نزيدوا نص القسم ويجوا ونتكلموا وانا نعيط ولا عنده الرقم تاع خاله ولا عمته ويتكلم في التليفون. شوف يعني رجع البراتيك يعني. إيه ولكن لابد من استعمال، خليه يمس، خليه حاجه ملموسه يعني. تفضل. جميل جميل جميل. شكرا شكرا شكرا. عماد مرحبا بك، مرحبا بك. حبيتك لو كان تكلمنا شويه على التجربه نتاعك في هذا الباب هذا، يا هل ترى انت من المدمنين ولا كيفاش تعيش مع الانترنت في الوسط يعني في الوسط؟ الانترنت حاجه ولات مطلوبه. ايه وانت انت كيفاش تتعامل مع الانترنت؟ تعامل معه ماشي بادمان خويا يا زيد، عندي وقت نستعمل فيها الانترنت ماشي يعني اجور ولا يعني. ودرك برك ولا فات وقت وين كنت تستعمل الانترنت يعني؟ سي فات الوقت اللي كنت تستعمل فيه الانترنت بزاف. كنت مدمن شويه يعني من بعد؟ مدمن نعم. من بعد اسكو وحدك تكاكيت ولا الوالدين تاعك ولا كيفاش يعني باش خرجت من هذاك الادمان يعني؟ بعد وحدي تكاكيت خويا يا زيد. والديك كيفاش كانوا يشوفوا هذاك الشيء؟ يعني كنت مدمن كيفاش يعني، في الاورديناتور ولا في التليفون ولا كيفاش؟ في الاورديناتور، في اللابتوب. انا في اللابتوب يعني دائما في الليل تكونيكتي، تروح اليوتيوب، تروح الفيسبوك، تروح كذا، تهضر مع اصحابك، تهضر حتى شحال كنت تقعد من الساعه؟ حتى 11 تاع الليل 12، ومن بعد مع الصباح ما نقدرش نوض. ما تقدرش تنوض. والديك واش كان رد فعلهم في هذاك الوقت؟ كانوا دائما يتبعوني، يقولوا لي بزاف تدخل ديجا روطار بزاف، يقول لك عينيك على عينيك ثاني، يقول لك بزاف عفايس. معليش نسقسيه برك، تفضلي. اسكو انت يا وقتاش قلت نحبس يعني؟ اسكو اثر على قرايتك ولا لا؟ لا ولا ما على باليش اسكو راك تقرا ولا تخدم ولا سي؟ كي اثر لي على الخدمه، انا نخدم على كل حال. تسمى كي اثر لي على الخدمه وليت كنوض مع الصباح ما نحسش روحي اليز، باسكو علاش؟ برديت بزاف الوقت في الليل، ما نقدرش نكون نخدم اليز لا جورني تاعي، امبوسيبل تكون بيان. نوض عيان، تنوض نوض عيان يعني لي نورون تاعو يكون نورمال باش تكون بيان. تري بيان تري بيان. ماذا بينا الاطفال باعانه والديهم ولا المربيين تاعهم ولا بالمام، اذا كان فيه ادمان في وقت ما، مليح انه الانسان يراجع نفسه. والاولياء ردوا بالكم على اولادكم، ما تخلوهمش ساعات طويله طويله في الانترنت وكامل. هي ولكن معليش ندخل، تفضلي تفضلي. هي كاين بعض التعليمات يعني حتى بالنسبه للاولياء، هذه نوجهها مباشره. خلاصه البحث تاعي اللي عملته هو انه الطفل اولا لازم عندما يكونكتي، كي يكون يتواصل في الانترنت، تكون في منطقه مفتوحه في المنزل. بالضبط بالضبط. ماشي في الغرف، ماشي في البيت نتاعو وحده. كذلك يكون وقت النوم وقت مقدس، قال على 10 ترقد سيك ترقد، تروح تغلق المودام. بالضبط. خلاص لازم بالضبط. يروح يرقد. في اوقات الامتحانات ما تخليهش يكونكتي الطفل، لازم وتعمل له هذوك ساعتين ولا ثلاثه اللي كونكتي فيهم في الوقت مثلا تاع نهايه الاسبوع، ماشي في ايام الاسبوع اللي راهو يدرس فيها ما يكونكتيش ثاني، من الاحسن يكونكتي في عطله في نهايه الاسبوع ولا العطل الاخرى. بالضبط. وثاني القاعده الذهبيه، لان دائما رانا نقولوا لا ريغل دوغ في اخر كل موضوع، القاعده الذهبيه هنا ان المرافقه ماشي المراقبه التعسفيه. المرافقه بالضبط. بالضبط. اذا وليدي عنده كونت تاع الفيسبوك، انا ثاني ندير كونت تاع الفيسبوك يبلوكي. اذا هو لا يعني كاين عده طرق يعني كيفاش لا ما تعملوش انت انتقادات ردعيه ولا تعسفيه حتى يبلوكيك، ما تخليش حتى يوصل يبلوكي. نعود توجور نبعث له يبعت لي ندخل في اللعب تاعه. اذا مثلا الاستاذه قالت نعطي له وقت باش يكونيكتي، نعطي له بالضبط بالضبط. شوف يعني يحس هو خاطرش كاين بعض الاولياء يقول لك ما نعطيلوش تماما. لا لا هذا لا لا. يدخل في اطار تري سامبل، لا افراط ولا تفريط. ما تقدرش تقف في وجه لا افراط ولا تفريط، خير الامور اوسطها في الوسط. بالضبط. والوسطي حتى الدين تاعنا مبني على الوسطي. شكرا
إذا يا أولياء رافقوا أطفالكم اللي هم أولادنا وراهم تحت جناحنا، وكما قالت الأستاذة الإنترنت مليح مع الطفل أنه يكون في مكان عام، يعني ما يكونش في الشومبر نتاعو، يكون في مكان اللي تشوفوه كامل، وما لازمش يكون يكتب بزاف أثناء الامتحانات وفي أيام الأسبوع نقصلوا تاني كذلك، ولازم ترافقوهم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من هذه الحصة هذه، وممكن تراسلونا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا .com ولا صفحة فيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولبلدا، نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق لا مقبولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم أمان، نفوسنا عنها مسؤولة.